من اثنين للجمعة من الخمسة للسبعة هذا البرنامج اللي يثقف يفرهد وينسيك تعب النهار مع سيمي بن نور ولي كرونيكور اللي ديما في فورما. هذه راسين كاري، مرحبا بكم. هذه ساعتنا الثانية في راسين كاري. يلا فرح شادلي جميلة بديع هما جروب اليوم. أبش نسألكم على حاجة أصلها يرجع تقريبا ل 4500 سنة قبل الميلاد، برزت مع شعوب عديدة، أصلها يوناني مصري قديم روماني. في فرنسا مثلا عرفها الشعب الفرنسي بداية من سنة 1389 في مدينة أفينيون اللي هي كان تاع المسرح. اي على شو نحكيو؟ على انا اكله اكله معروفه، على انا بلا 1300 اما يرجع ل عصور قديمه. عصور قديمه لانه تقريبا التركيبه كانت متوفره قبل، ولا انه الانسان الحديث زاد فيها حاجات. لا مجفه، هي مجفه. لا لا اليوم دخل فيها برشا حاجات ها، وليت ساعات شو يقول حد يقول له انا اليوم باش نفطر شنو؟ ساندويتش. ليه فرح؟ لا ساندويتش جديد يتسمى، لا جديد مع المصريين القدامى شنو كان يعملوا؟ كسكروتون تحت خوفو. خوفو تحت تحت خوفو ولا خفرع؟ حاجه مجفه ولا لا 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 بلا؟ اي ام بلا ينصحوا بيه في الرجيم. مش املات، سلاطة. سلاطة في بالي أكلة طيب، معني حاجة طيب. قلت أكلة طيب فرانسيس. وي يعني توكا أتبعت شوية نعطيكم تقريبا فما مئات الأنواع. لحشيش مش في شكلها انت عطاوة. اي طورت عطاوة اي وقت وطوة لو يدخلوا فيها الطايب، معنى فما حاجات طايبين كومبليت طبعا. قلت قلت لك انا نفطر اليوم سلاطة. مئات الأنواع بتبيع الناس تحسب من مناصري الأكلة ذي من مناصري فطور. كارك عطيتنا واحد مثل لحياته سلاطة، يقول لك مثلا حياتي سلاطة. خلينا في الإيجاب بيه، حتى السلبي شبيه. يقول لك هو توا ذيك ما عادش سلبي، كان حياته وسلاطة كيما سلايطة نشوفوها توا تهبل حياتي. اسمع اليوم شوف الفلفل العظم فيها التون اللوبيا الغلة بلا كومبلي كل شيء كل شيء. خليها تتكلم إيناس. انا نحب برشا سلاطة وديما في الدار نعمل سلاطة، دونك نعملها هكا فيها كل شيء. ريت انت كات تاي تاي 36 ما يجيش من عدم 34 من فضلك. 34 يلا هذه إيناس في انفو ترافيك. رجعنا في راسين كاري. قبل ان فتره فيك والفاصل حكينا على لي سلاد، خلينا نشوفوا معاكم شويه المفضل عندك شنو؟ انا تعجبني كسلات البيتراف، كولور نتاعها يعجبني خاصه تبدا كولور عجبك. انا معاك في الكولور. اسمعني بنا انا مو زاد بالعين. اي اي سلاته راه ديزاين سلاته ارتستيك. فرح نكمل تبدا مسموطه فهمتي، تتقص قصات بهين نعرفوها هذا كله. زيت زيتونة شوية خل بصل مقصود زيت بلدي وشوية رشة معدنوس. هو يقصد هو يقعد شادلي كبار كنت حب تزيدوا كعبات كبار. يقعد شادلي في الكرياسيون كولينير حاجة هايلة من الجاتو تاع الريفيا بالاناناس يعمل بالموديل يعمل جاتو كورونتير. الله شاهيني توا فيها بترا في فترة بترا معاش تلقاه برشا موجود. لا موجود شوي اي فرح. انا نحب سلايت اما روكفور ونوا حاجه موت عليك تتجسس في حقها. صحيح بديع. انا يا تونسي سلاد روس. انت ماكش امي ياسر مش برشا اما تونسي نحبها تبقى مشخش خبز اللي هي ما مش اسمه هذيك تونسي جويده. جويده تاع السيف هذيك تاع السيف. انا زيد معاه بريج دلاع اللي بالنعناع يا بابا. هو علي اللي بالنعناع والتفاح. التفاح مقصوص صغير وانت سيدي خلينا نعرف. انا نحبهم والله اما نحبش الطايبه يعني مش برشا الروس هذيك. لا بنينه حتى هذيك زيد شخصي هي شخصيه. لا تلقاي طيبوها بزيد ما لازمش تكون طايبه برشا. لا لازم يكون عنده حتى سبب ما نحبها. خاطر انا سلاطه المشويه راني مانيش. لا لا نحكيو على سلاطه الخضراء. بيه فما ان توكا نحن راهو راهو ياسر يضحكوا علينا في الشرق نسميه سلاطه مثلا ام كحوريه بالعظم اللي
تلقى وزينه وهي طيبه. هما كيسميوها بابا غنوج مثال. لا بوغ معناتها هذه سلطه هو تبولي بوغ بلا معناتها ماهيش سلطه بلا هاي بلا معناتها ماكله ماهيش حاجه تهضر بيها. خلينا ناخذوا ثم موقع شهير عمل شويه الى فلتوغ على السلات في العالم. مثلا في تركيا فما الكوبن هذه لسلات تركك اللي زانغريديون تاعها طماطم كونكومبر بصل فلفل تشبه الميديتراني كله يشبه البعض بعضه باش نلقاو هذه الكول سلو ترك هذه اللي تلقاها اكومبانيومون تاع دي بلا ترك معاه بي. وبعده ثم الفتوش اللبناني فتوش بي واللي نحبها انا زاده واللي هما شويه الخبز اللي يقليوه يقليوه هذاك يقصوه كروات صغيرين وطماطم وليتو عندهم فيه سبيسيال زاده يحطوه هذاك اي ما في حبيبي شو بدك بعد كيف فتوش الاكل اللبناني والله دوب قلبي الانسالاتي كابريزي السلاد من ايطاليا ان توكا السلاد هذيا اللي فيها موتزاريلا طماطم البازيليك العلم الايطالي الامتياز الامتياز وفي الطماط موتزاريلا يعني علم الايطالي بعده باش نلقاو عديد لي سلاد ام فام ان توكا بانزانيلا او بانزانيلا سي سا اللي هي ليتالي سنترال ليتالي سنترال اللي هي سلطه بالفرويد مير سورتو القرنيط وسورتو القرنيط عليها شفت الكل تحكي على وحده تنسى لا نعملها انا هذه نعملها مغروم بها نعملها في البرتغال فما سلادة دي بولفو هي برتغاليه كريفيت كونكومبر وطماطم افوكا زيدا وي الافوكا بعد تمشي كاليفورنيا تلقى سلطه اخرى اللي هي فوي دو سالاد تفاح طماطم سومو كراب كوبيت ما سلطة اسمع انت خذيتنا بيان سور كي تقول شنو سلطتك المفضله فينا ما هما برشا توا نذكر زوس لا يتوقع على سلطه مشويه باللي زانغريديون تاع سلطه مشويه فما زوس تايت ياسر بنات كي نحكيو على كلي طماطم مقصوصه وخل وش اسمه كبار وبصل حاجه عالميه وزيت زيتونه والاخرى اللي هي الفلفل المسير ما بينها مع زيت زيتون العظام يبدا هكا مراوب شويه انت كاونيتي سي سا الماكله شويه تولي حاجه كيما هكا حابين نذكروا شويه بالحاجات تاكل في الصيف سلاد اوليفيي ولا سلاد روس طبعا اللي هي الشهيره جدا تيب كيما قال شادلي سي سا اللي هو يعني سفناريا بطاطا فما يتزاد برشا حاجات والتيب اللي هي سلاد روس به وبعدهم مذكورة كذلك في السيت هذايا لا سلاد مشوية يعني أصلها من تونس ان بلا دو لا كويزين تونيزيان اللي هي سي اون سلاد غريي معناها مشوية اللي هي تونسية وي وي بربي تحطوا لها سلوى اللي انتوما اي فما شكون يزيدها بيتنجان سلوى وثوم والبيتنجان كي يبدا الفلفل الحار الفلفل الحار شي برد شوية الحروية هذيك يا بابا وبعد طماطم ليه خاطر طماطم سورتو في الصيف ولا وما يخليهاش تصبر معناها طماطم في ساعات لا ما لازم تكون تظهر لي كعبة طماطم لا جرموش يعملوا جرموك كي تاخذها وتخبيها في الفريجير كل ما تخرج منها شوية تزيد كعبة طماطم تقليها التبولة اللبنانية كذلك مره اخرى التبوله الفالا برشا وطماطم مقصوصين جويدين جويدين مفرومين خي فريش وي وفما بعد نمشيو للمغرب مع الزعلوك اللي هي سلطه مغربيه معروفه ياسر باللوبرجين معنا بتنجيلة طماطم زيت زيتونة لكنهم شعراء سعليك كركم وبرشا حاجات انتوكا هذه دورة صغيرة على السلاد في العالم بني وانت جابر بلي خاطر ربحت بكري شوية برافو مبروك فينال برلين هي ربحت قلب الطرح قدام ساس نوفيتش كانت خاسرة
السلات الأولانية دومي فينال مهمة برشا. دومي فينال برلان اي قبل جمعتين تقريبا أقل جمعة من ويمبلدون. الجبر اللي ويمبلدون اي بيان سور وستلعب قبلها في إيستبورن في إيستبورن اللي هي تحذير لويمبلدون. أون توكا أون جبر تعطي أون إيماج هاي لتونس. أنا جاي أبريسي امبارح اللي عملته امبارح غنيو تونسي حاجة مانيفيك اكسبسيونيل بالحق. إن شاء الله اليوم يكون دي جي بتاعهم حط غناية تونس نتصور اي نتصور اللي عملته أسهل أغنية يا ليلي يا ليلة متاع طبعا ولات عالمية معاه اللي عملته يعني أقوى من سيت لاكا واللي تعمل فيه ما غير ما حد قال لها برافو عليها وزارة السياحة ما تنجمش تعملوا كوم يعني برافو تو تو لو ريسبي للرياضية هذية اللي هي بيان سور تهز العالم كيما برشا 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 يحبوا العالم هذايا ويهزوه معناها للعالم ليكسبورت ايماج امل في الوقت هذايا الصعيب والعصيب اللي نجوا به. العصيب هو الصعب الوقت الصعيب العصب والله الصعيب الصعيد المصري على الصعيب الصعب وهو العصيب. لا كلامه صحيح العربية متاعه صحيح صحيح مثل بالعربية الفصحى سيد ليرا اي شنو شنو الاسم القديم لقرية زراوة الأمازيغية في مطماطة؟ دويريت زراوة. زراوة هي أشراوة. تحتفل تونس بشهر التراث من إلى 18 أفريل 18 جوان. وي 18 شهر التراث 18 أفريل 18 ماي. بي سي جي هي فاكسان تلقيح. هو تلقيح لي الجدري الحصبة. لا بي سي جي شلل الجدري ابريفياسيون لشنو هو بي سي جي مش شلل ضد شلل اي ابريفياسيون بي سي جي هي اختصار لي هاي شدلي اكيد عملت البي سي جي وانت اول زي. اول تلقيح هذاك يخلينا خليك اماره خريطه اماره خليك ضربه بتاع كرتوشه مش تبركولوز يا ضربه بتاع تبركولوز لا ابريفياسيون اش تعني هي بي سي جي الارتعاش الارتعاش بي بي لا هي فاكسان بيليه دو كالميت اي غيران هو البي سي جي اسهل منها ما فماش اسهل منها ما فماش اي وضد شنية ما قول لي انا والمرض تبركولوز اتا نقول لك جست نثبتوا بالمعلومه خاطر دي كيسيون رابيد. في اي مدينه يتعمل مهرجان الدول للموسيقى السيمفونيه؟ نحن في الرابيد الجم الجم في الرابيد وي سيد اجا تو هربنا عليكم باربع خمسه بونت هذا بعد قولونا شنو لون تمثال الحريه اول ما بناوه؟ مرا بلو اسود احمر نسبة لي ده مش شهداء الحرب في لا أحمر هو صحيح ولكن أحمر كيما الدم لا كيما العلم أحمر كيما النحاس كان لونه نحاسي. قديش فما من مفتاح في الموسيقى؟ مفتاح سول واحد برك مفتاح واحد واحد برك مفتاح سول سور لا فما ثلاثة مفاتح عاد انت يا ثلاثة مفاتح ثلاثة سول الفا ودو دو نحن ما استعملناش المفتاح الاولاني يحل لنا كوندار تتبع كوندار مدينة سوسة تبع سوسة برافو شادلي ريت المسرح خليك تعرف بريت وندورو نبداو نجيب كركر وسوسة كركر مهدية كركر المهدية اي كوندار قريبة هذا بالكورة انا خاطر نعرف. اول امرأة عربية وافريقية تشارك في الراليات الصحراوية ما تصيرش مشاكل نأثر على السلم الاجتماعي أول أعمال فيلم المليونيرة الصغيرة 49 أمام فاتن حمامة توفي أثناء تصوير فيلم الأقوياء أمام الفنان عزت العليلي سنة 82 هو أنور وجدي لا الأقوياء الأقوياء وي هو رشدي عباد الأقوياء اللي كمل نظمي شكون يذكروا نظمي الممثل المصري كان هكا سالي بوافر شعره دين حسن نظمي ولا اي كان يمثل ديما هكا مدير
هو اللي كمل المشاهد تعفير ملقوية. خذوه أموخس هكا هو يتكلم خاطر توفى انتخطان توفى انتخطان كما صار مع صالح قبيل وأحمد زكي وأحمد زكي ايوي بارميجانا هي مدينة في إيطاليا معروفة بالبربنجانو اللي هو من أشهر الجبن في إيطاليا. هي أكلة بالبتنجان. وي برافو فرح. هو غاتا بالبتنجان. هذيك التمويه بعثنا لكم صاروخ باش تبعوه. شفت كيف وعدي وعدي الباتريوت هي اللي واحد يوزع والآخر يسجل. تكتيك هذا جديد. هما تماسح مش احنا. يلا. بعد شوية نكملوا ما بين الفريق التماسيح وفريق شكسبير. هذا وائل جسار بيكون ديمقراطية بيش مشيت خلاص. بعد شوية نرجع جديدة على اي اف ام من 5 ل 7 متاع العشية مع سامي بن نور. رجعنا في راسين كاري. مرحبا بكم. 6:36 دقيقة في راسين كاري. يلا الجروب العلي ساري شادلي وفرح جروب شكسبير. عارف عليه سميناه شكسبير خاطر تحضر في المسرحية. عملنا الورك بروجريس. هو السؤال الصحفي شو علاقة فرح بهذا؟ أنا اخترت الاسم على فرح. زاد شكسبير. وشادي عارفاوي من عشاق شادي. برافو ليك. حضرت سبيكتاكل دانس تياتر. بون كوراج. نسرين شعبوني وميمة وقتاش يتقدم؟ لا قدمنا البرفورمانس في الأيام كارتاج الكوريغرافية البارح ديزيرت عدى وورك بروجريس وإن شاء الله باش نكملوها ونعطيوه اسم شكسبير كمان راه برافو بروشين مو يولي ان سبيكتاكل كامل أنا جادوغ تفاز هذي في الفاز بتاع دون كيشوت يلا ضد التماسيح شيد جميلة وبديع. يلا السؤال صوت الضفدع هو سنة هذه سريعة ولا مش سريعة؟ سريعة نقانق الضفادع نقانق لازم تكون سريعة سنة نقيق الضفادع نقيق برافو الحيوانات ما تلعبوش أمور الحيوانات يهبلكم المسمومة يهبلكم أصوات مع الحيوانات ليش شادلي كيكا وأم جرجر راهو عندها نقيق مختلف سوبرانو وقت يا ربي كم عدد عضلات جسم الإنسان؟ 206 عضلات بجود خوماتيزي بالعظمات عضلات عضلات أربع عضلات لي ميسكل برشا هما أكثر من العظام البشر كله 1500 لا امبوسيبل أقل عضلاته ديناصور الإنسان 800 وحاجة ما تخرجش من إجابتك 206 2006 لا 220 350 الفلي انك تستعمل نفس الارقام 620 620 صعب ادوم عليه ليه عاد على الكل صعب على الكل ما اسم الحيوان الذي اذا قطعت احدى اذرعه تنمو مره اخرى بالوقت اسمع النجمه بتاع البحر وي برافو شادي ما تموتش هذيك هذيك حيوان سرمدي الولايات المتحدة الأمريكية اللي قتلته لبرا في يقعد عايش محلاه هو مسكين ومسالم وعمل ما بيناتنا هذيك علاش يصطادوه نموذج خاطر بالتلوث ولا ما عادش موجود ما عادش موجود ياسر هو قبل والحصان نلقاوه في حلق الويل في البحر نصطادوه في حلق الويل ونشيحوه ونعملوا شركة وكريقة هذيك الكل يلا أنا هو العام الولايات المتحدة الأمريكية صعد فريق من الاسترونوت نتاعها للفضاء سنة 59 أول صعود للفضاء 62 وي برافو بيت الدجاج هو القن القن هكا أمور حيوانات ما يغلبوهمش والله أنا نحس تمسح باش يركبوا فيهم تو مشاو للدونتيست هما ديجا باغيين فيهم وتمشاو للدونتيست يحبوا يركبوا لي هذا فم زرع اسنان علاش انت تقول هكا؟ خاطر امورهم ملكلكة والله عيب عليك عرفت شو عطيهم السؤال هذي عصاص على السؤال هذي عطينا سؤال بعشرة نقاط خلي 10 نقاط جملة سؤال بعشرة عرفت ما هي الأكلة الأرخص في بريطانيا؟ دو البريبر شو اسمه؟
الكلوب هادوغ هادوغ لا هادوغ امريكي امريكي ولكنه من ارخص الاكلات بريطانيا تشيبس 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 فيش اند شيبس وي فيش اند شيبس فيش اند شيبس تم القضاء علينا ما هو اول حكم ادار مباراة كأس عالم اول حكم عربي ادار مباراة كأس عالم في التاريخ لا قبل علي فما هذا فما مش تونسي مغربي شكون الحكم سوري اللي هو بوضو لا بوضو لا بوضو شمال بوضونا محمد بوضونا محمد بوضونا هذا اللي شو فيك تضحك يا اخي محاوله بوضونا ها بوذا حكم مصري هو يظهر لا ما هوش مصري ولأنه المعلومة ذي ذي تلحق أنا ناس بديع لا ما لقيتوش كانت بطولة كأس العالم فرنسا 98 بطولة تاريخية في حياة قل لي نهائي سعيد بالقولة نهائي هو سعيد أول حكم في تاريخ كأس العالم ليه سعيد بالقولة مغربي المغربي اللي توفى الله يرحمه لا وقت سؤالي ولي يقولوا أول حكم صحيح عربي وإفريقي حكم في حكم في فينال كأس العالم هاي اللي هو سؤال سهل أول حكم سهل 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 أول حكم تعرفوا في العالم لا يعرفوا نمو سعيد بالكل تعرفوا توفى بالخايب توفى مسكين الله يرحمه أنتوكا هو الحكم اللي أدار عندنا احنا حكم علي بن ناصر لا كان في زاني علي بن ناصر سنة 86 يد الله متاع مارادونا ومارادونا كي جاء هنا سوى كيوب على كوكا تاع كوكا كولا مشال علي بن ناصر علي بن ناصر اهداله المريول اللي اهداه المارادونا وما عملش برشا حس كي جا لتونس زاد صوروا سبوت وما فقناش بهم وقتها كي جاوا انت قلت لي منين الحكم هذا؟ انا نتصور يا سوري يا مصري خاطر وقتها اش فما اذا كان في ليزاني 30 راهو انت حكيت على فاروق بوذو اللي كان رئيس لجنه التحكيم الاسيوي والعربي كان كبير برشا زاد معروف واعلامي زاد كان في الميديا عندنا توا نحن زاد اسمه اللي كان في اللجنة الدولية ناجي جويني ناجي 94 من أهم مش محبوب ياسر في لا حكم اليوم معنا من طرف في تونس في تونس ما خدمش أما معنا مثلا محبوب ياسر من ونيفو الداربيتراج حاجة من واحد من اللي زيتها بليسما مش معنا من مش محبوب ياسر من الناس في فيفا وخدم في الكاف صحيح خدم بالكدي علمي الرجل أكاديمي المصري علي قنديل هو أول حكم عربي قاد إحدى المباريات في النهائيات عندما أوكلت إليه مهمة إدارة مباراة شيلي وكوريا الجنوبية الشمالية كوريا عفوا الجنوبية التي انتهت بالتعادل 1-1 كان هذا في 14 يوليو 1966 أبو؟ في واحد قبل زعما انتوكا هذا اللي عندي خاطر مسار وراه شيلي باش نعطيو حق علي بن ناصر علي بن ناصر البونتو اللي ماركيه مارادونا اللي دريب بخمسة وستة وكذا دخل علم يعني قانون جديد كيفاش تعطي لافونتاج 4 فوا او 5 فوا ما تزفرش فوت الا ما مادام الكره عند مادام الكره يعني وذيك ما حرمتنيش من هدف فهمتني يعني تاريخي وعالمي نشوف القانون بعد قداش من بونتو خلينا نشوفوه جراس القانون جراس قانون علي يعني علي بن ناصر لافونتاج اللي اعطاه علي بن ناصر لافونتاج صحيح وخلينا نشوفوا زبطوا تاع عمل حصه رياضيه تنجح بصراحه تنجح منهم تنجح بصراحه يلا عنا فاصل عزة عنا فاصل لكن قبل الفاصل نعطيكم ما دهوش هبيه ما والله تما بريسيون اليوم ابدا اليوم ابدا والله عامل عليك كيف قلت لك قبل ساميه 1934 قبل في ايطاليا شارك الحكم المصري يوسف المصري. محمد لاداره مباراه تشيكوسلوفاكيا معناها دونك هذا بعد سلوفاكيا تقسموا بعد 34 أي اول حكم خاطر كانوا المسار ورا السوريين وقتها معناها على الساحه ميرسي بوكو بالك اخر واحد شكك في معلوماتي دي سامي لليوم ما رجعش اللي هو معناها حكم لا تعزيز مانيش في هذا يعني الفريق الوطني التونسي ماشي لكاس العالم معنا حتى حكم معنا حتى حكم يعني سؤال يطرح هذا وفما مقترح انه ممكن المساعدين بتاع الحكم يكونوا مساعدين آليين للمره الاولى باش يتم اختبارهم بتاتر يحبوا يعملوا ديزاربيتر دو تابل كيما الرياضات الاخرى معنا باش نرتاحوا من تضييع الوقت وهذا طاح وهذا جيبوا له من شنو انتوكا تلعب كره صحيح سيرتو في التحريك مع لورجو مع الواحد يعطيك كالكو 34 الحكم المصري اللي هو اول حكم عربي قاد يوسف محمد مباراه كاس عالم في التاريخ وانت اللي قلت عليه علي قنديل في الستينات هذاك جاء هذاك
جاي الثاني معناها 32 ans après 32 ans جاي عليها قديم. ميرسي شكرا على التوضيح. يلا فاصل شمالية صحيح اللي قلتها مش شمالية آه. شكرا يلا هذا فاصل ونرجع بعد شوية في راسين كاري. راسين كاري سلب يلا هذه راسين كاري مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعينا. عندي سؤال سينمائي لكم. أنا أعتبره واحد من أهم الأفلام اللي تعملت في تاريخ السينما المصرية. فيلم تعمل وصدر سنة 1981 من إخراج سمير سيف تأليف إبراهيم الموجي. الفيلم هذا اللي بطولته لسعاد حسني أمام واحد من أهم الممثلين في تاريخ السينما المصرية. شو اسم الفيلم هذا؟ بطولة فاروق الفيشاوي، سعيد صالح، سعاد حسني، إخراج سمير سيف، 1981. هاي سعاد حسني وسعيد صالح. هاي ما فيش عادل إمام هذا؟ عادل إمام. إيش اسمه متاع اللي فيه التران والواحد يتفرج فيه طفل صغير ولدهم معاه؟ لا سنة شو هو ولدهم معاه؟ وين شو اسمه فيلم؟ سنة تنقل لك في عادل إمام وهم الأخرين حبي ماهر سيد علي وأخويه هو المشبوه. ما عنديش برشا عاود تفرج فيه هاي بصراحة لي بيرفورمانس بتاع عادل إمام الإسكندرية اللي هو فما خبر يقول أنه يرجع عادل إمام للسينما بعد 12 سنة غياب عن السينما. مش يرجع. السؤال عليش غاب. هاي با. ما هو تلفزة والدنيا. عمل برشا. توكا يعني عمل تلفزيون. نتذكر في ام بي سي مسلسلات. كان الكونترا متاعه باش يعمل مسلسلات اخرين. هو راهو عادل إمام ما وقفش على الانتاج راهو قاعد يخدم راهو كل عام. يقرا يجيبوا له دي. تعرف انه كي يقرا سيناريو يخلص عليه راهو. انت تحكي على ممثل راهو عمره 85 سنة ولا لا فهمتني. اما خسارة الفترة هذه نجلة فتحي شان عليه هجوم. عليه. قالت اللي كارير والكل وأفلام والكل تشجع على الفساد. لا عم نعرف التاريخ. بقى نجلة فتحي شنو كانت تعمل هي في أفلامها؟ عاملة بعض أفلامها يعني. فما جرأة وكانت مطلوبة من الجمهور ويحبها. وهزتني الـARTي أحسن حاجة عملتها للـARTي. يعني توكا يعني هذوما الحاجات كأن تحسهم معمولين لحاجة معينة. هدف شنو معناها؟ زايدة معناها. يوي 13-10 هي النتيجة ما بين التماسيح و 16-10 ما بين 16 جي ريكتيفي 10 للتماسيح 16 لفريق شكسبير وفات معناها وي وفات هكا خاطر عندنا درجة لا نعملوا واحد على 7 بونت سبعة بونت سبعة بريك مرة أخرى إن شاء الله يلا درجة لعب درجة لعب جميلة. ليه ما صدقش أول مرة تحييته يبدأ بيا. والله البارحة حسيت بالذنب قلت علاش خليها للآخر ديما. استمع ثم ابتسم ثم تجاهل. ليس من الضروري أن تأخذ كل شيء بعين الاعتبار. صحيح. استمع من القائل. ثم ابتسم ثم تجاهل. ليس من الضروري أن تأخذ كل شيء بعين الاعتبار. شكون اللي قال؟ من القائل؟ من القائل؟ فيها كاريكاتير. ديزانديس. فيها كاريكاتير. عربي. مالتي. ميوزيك دفون حيتها. ديزانديس. ديزانديس على القائل شكونه؟ شاعر كاتب مؤلف. أجنبي. شاعر كاتب مؤلف أجنبي ولا عربي؟ أجنبي. أجنبي فرنسي إنجليزي أمريكي. إنجليزي. شكسبير. شكسبير. بالعربي تقول أحمد شوقي قال. شكسبير يلا بديع. والله أنا ما لقيتش من امبارح كنت شنو بعث لك السؤال هذا خاطر تذكر مرة عملته بون أنتم ما جاوبتوا عليه. أول ملاعب تونسي احترف في الخارج. إيه هو من بيجا هو بوجمع الكميتي. اول لاعب احترف في تاريخ تونس مش هذا السؤال في مارسيليا كور هو لعب في سانتيتيان نيس. لعب في نيس. لعب في سانتيتيان ولعب في كولمار معناها اما في نيس لعب 35 36 وفي تونس لعب معناها بار بيجا اللي هي فريق الام ثم الملعب يحمل اسمه في السي اس اس اي الملعب تاع بيجا يحمل اسمه شكون ثاني لاعب في تاريخ تونس يحترف في الخارج تحديدا في فرنسا خاطر وقت ميزاني 40 50 50 50
هو اللاعب الثاني اللي يحترف معنا يحترف في فرنسا منين؟ تحديدا في فريق لوهافر وهز كاس فرنسا 59 عام 59. هو من فريق صغير من تونس. باش نقول صغير مش صغير فريق كبير 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 معناه كوا فريق هو اول فريق للقسم الوطني الافريقي ها هو اول فريق بنزرت عنده ملعب باسمه لا ما نذكرش على ما نعرف ما نذكرش لا ها. يعني انا عمري ما عرفت مثلا حكم بنزرت كانت يعني منطقه يعني مستعمره فرنسيس برضه اي وقتها مازالوا 59 كانوا الفرنسيس يكوروا في جمعيات ما تجيش في بالك حسون قاسم هو لاعب سابق للسي بي نشكر عامر بحري هو اللي هبط تدوينات لايمات عنده يجي من شويه من الارشيف ونعرف احنا مشكله في احنا اول واحد شباب على كل مستويات اول جوار احنا يعني احترف في جيلنا نحن زياد المساني ونجيب الإمام طارق ثابت إذا خرج وقتها فرق جميل جميل وقتها لا جو كان ستار في 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 بلجيكا حتى كرابلسيز ستاندارد ليج بعد هو يحكي لك وقتها ستاندارد ليج وعندك اسمه تلمسيني كيكور في جيماريش خرج معاه شو اسمه لو بيفو بعد خرج الاخرين هاي ثم عبيد زاد معاه في جيماريش طارق ثابت حسونه قاسم هو يتربج بيه حسونه قاسوما لا لا يرحم لا يرحم شاعر غنائي هاي توضيحة الناس سرعة البديهة شاعر اكتب وعمل معناها ثلاثي تعاملات ما بين العيادي وذكرى وحسونة قسوم يلا شادلي انا نحب نسأل سؤال علمي انا تفضل يا خاطرتي معروف مسموح لك مسموح لك اليوم شكون اللي اخترع الميكروسكوب البسيط هذاك في العالم هذيك اللي بون البسيطه انا ما نعرفش شكون اختار ونعرف ياخذ وانت هذه الورقه التابي كل شيء منين جبتها؟ خاطر انا ما نجمش نقرا من الحق يقدر يسرق السؤال ما عندوش لا 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 نكلمه يجيب ما جاهوش حاضر حتى عندي تصويره زاده معاه الميكروسكوب جنسيته يعني امريكي انجليزي اسمه فهمتني جنسيته اساسا جنسيته هو تولد روعة تكتشفته وقعد 580 وعاش حياته في عاش حياته في الميزان بارك الله تبارك عاش حياته طول عرض شادلي املأ الفراغات شادلي ألماني 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 انت ما عرفتوش مش نعرفوه دراه اسمه كاينو زكريا زكريا تلسكوب ولا ميكروسكوب ميكروسكوب جونسون زكرياس جونسون 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 اند جونسون زكرياس جونسون اللي لقحته الماني 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 شنو المميزات المميزات بتاع الاختراع هذا زكريا جونسون الميكروسكوب بتاع سي زكريا جونسون يتكون من ثلاثة أنابيب اوكي أنابيب يعني اليوتيوب هذوكم هما قابلة للطيز هذا وموجودة في نهاية كل عدسة فقد كانت العدسة الغينية يعني اللي تطل للمجهر عدسة ثنائية التحديد يعني محدبة ثنائية الأبعاد لا أفهمتني ما يفادلكش أما العدسة الشينية يسموها الشينية أفهمتني فهي أحادية التحدب والتقريب بالميكروسكوب كان قد نفسي شادلي بارك الله فيكم وعاونوا بوها العدسة الحديبية ذيك الغامية والحديبية والشينية الشينية انتوكا اي فوالا هذا فما حاجه شادلي سيريوزمون انه برشا ناس خدموا على الميكروسكوب قبله هو فوالا توا حسب ما شفت هولندي واحد هولندي ارنست اب و اريك فان لوفن هوب اريك بيتزيغ وماكس نول هذوما برشا ناس خدموا وطوروا الميكروسكوب اللي هو بيان سور اله كذلك غيرت العالم طبعا خاصه في اكتشاف الماني دونك الماني ملا نقعدوا في المانيا كانت تحب وزي حجر الاساس تحط نهار 27 ماي 2021 في ألمانيا في برلين حجر أساس لمشروع كبير مشروع ما فهمش كيفه في العالم الوحيد ولا الفريد من نوعه يكلفته 47 مليون أورو أورو فوالا الأورو هذو مع دونك 47 مبلغ هذا باش تكفل به الحكومة الألمانية ومدينة برلين المشروع حكينا عليه قبل وانا نتوقع الاجابه باش تجيني صحيحه من سامي بنور خاطر ذكرتك باهيه في معناتها تتذكر
اللي هو مكان يجمع ديانات السماوية. برافو، ما اسمه هذا المكان؟ الاسم نسيته، لكن يجمع. تخيلتك تعرف الاسم ويمكن المعنى قعد في بالي. فوالا المكان هذا فوالا المسيحية الإسلام واليهودية. وشكون بيناتهم باهو فما هول هكا وثلاثة كل يجي يعمل عبادته وصلاته واسمه The House of One. House of One في برلين، مشروع فريد من نوعه جديد. ويقعد أربع سنين باش يحضر، دونك من هنا ثلاثة سنين باش نشوفوه إن شاء الله ونشوف النور. فيلم واحد يعمل لهم كموسة تشوف. لا لا ولا فالك يا شاد. هذا قدر خير. هو الأديان يلعبوا يعني يعملوهم متية ويلعبوا بيهم، فهمتني؟ الحروبات وكذا كلها قائمة. وي. وي. يلا باش نسألكم على شاعر كتب عديد 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 الأغاني الناجحة، شاعر غنائي وصحفي وناقد في روز اليوسف وصباح الخير والوفد والأهرام الرياضي، من مواليد الحلمية في 20 جوان 1940، توفي كذلك في جوان 2010. كتب عديد الأغاني لعبد الحليم حافظ مثلا، مصطفى كمان كامل أشهر أغانيه لعبد الحليم حافظ: سواح، جانا الهوى، زي الهوى، موعود، أي دمعة حزن، لا لا لا، حاول تفتكرني. هو قاعد يقولنا حاولوا تفتكروني يا ربي شكونوا. فايزة أحمد، عديد الأغاني. طويل حاجة هكا نو ريخ ملحن. طويل ملحن. ملحن شكونوا يا ربي. بدأ كتابة الشعر الغنائي بالاحتراف سنة 63 عندما قدمته فايزة أحمد من خلال أغنية أؤمر يا أمر. حمزة. وي هو محمد حمزة اللي كتب 1200 غناية عاطفية وشعبية ووطنية لنجاة الصغيرة، لفايزة أحمد، لعبد الحليم، شادية، وردة، صباح، حمد رشدي، عفيف راضي، عماد عبد الحليم، هاني شاكر، سميرة سعيد. كتب برشا لعبد الحليم. اي خاطر اكثر واحد 37 غنيه معناها لعبد الحليم. اي فوالا اكثر واحد. كتب له حتى حرز. كتب كتب حاجه ممتازه الورده. انا اعتبرها من احلى ما غنيتها، حكايتي مع الزمان. الله الله. اسمعها بصوتك. نسمع منها حاجه ثانية. لا لا ما اعطينا نجموا نختتموا بها. اعطينا الدو. نختتموا بها. عري عري اعطيه الري. محلاه حكايتي. شنو؟ تحس. تحسها مقابله مرايه وتغني فيها. ماما ثلاثه مفاتح. مسالش قول لنا جمله. قول لنا جمله. اختار اي مفتاح وغني. حكايتي مع الزمان. اكتب الاصاله سمحتك مثلا. حكايتي مع الزمان باهي هذه. قبلوا بها. يلا يلا يلا. هاي هذه كانت حصتنا لليوم في راسين كاري. بويكاند. ان شاء الله نهار اثنين في حلقه جديده. الى اللقاء.